أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هو ولي الأمر؟ هل هو الأب والأم أم هو الحاكم؟ ومن هو الذي يجب الاستئذان منه عند الخروج للجهاد؟ كلاهما. ولي الأمر إذا أطلق فالمراد به ولي الأمر المسلمين، الولي العام. وإذا قيد قال ولي أمر الطفل أو ولي أمر المرأة، المراد به قريبها أو زوجها. فلا بد في الجهاد، لا بد من الاستئذان من الوالدين أولا ثم من ولي الأمر. نعم.